أثني علي بما علمت فإنني سمح المخالقة إذا لم أظلمي. فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. تفضلي، هذه الأبيات لعنترة بن شداد، إنه أحب الشعراء إلي، ذلك لأن عنترة أشد محارب في عصره، وعلى النقيض من ذلك فهو العاشق الذي سلب الحب إرادته. رأيت الكثير من الأسى في حياتي، رأيته في وجهي وفي وجوه الآخرين، لكن الذي يعتصر قلبي بالألم هو الأسى البادي على هذا الوجه. لا تقولي شيئا، لا حاجة للكلام. أخبرني مساعدكم أن هناك أمرا عاجلا يحتاج إلى وجودي. نعم، يحتاج إلى وجودك فعلا. ما هو؟ أنا أحضرت معي بعض الأدوية والأعشاب الضرورية تحسبا. أنت الدواء يا حسن، أحتاج إلى وجودك بشدة. في الليل تحوم حولي الأشباح والكوابيس، حينها تظهرين أنت كالقمر. عذرا، لا يوجد بين هذه الأدوية ما ينفع مولانا السري. بل يوجد يا حسن، يوجد. أعرف أنك حزينة على وفاة زوجك. حزينة على قتل زوجي، حزينة وخائفة، وأحتاج إلى الحقيقة. لدي شك وربما دليل أنه قد قتل، وأنتم هنا أيها الوالي مسؤولون عن معرفة الحقيقة. فيما لو أن زوجي قد مات بزلة قدم، أو أن أحدا دفعه عن قصد ليسقط في بئر المقياس. سأتقصى لك في أرجاء الولاية كلها حتى أعرف حقيقة ما حدث. أرجوك. كرامة لحزن هاتين العينين. أستأذنك. حزن. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.